على أدوات الثقب. تحدث اللقمة المستدقة الرأس ثقبا في نقطة يعلق فيها لولب البرغي بالخشب، ثم تجعل اللقمة القسم العلوي من الثقب بحجم قطر رأس البرغي. تنزع اللقمة القاطعة للسدادات قطعة خشب دائرية تسدون بها الثقب لاحقا لإخفاء البرغي المغروز. تبدأ لقم التخويش ولقم قطع السدادات على شكل قضبان فولاذية. لصنع لقمة تخويش تستخدم هذه الآلة التي يديرها الكمبيوتر ما يسمى بمثقاب مراكز لحفر ثقب أساسي. ثم تنتقل إلى المثقاب الأساسي الذي يحدث تجويفا، ثم تستخدم ما يسمى بآلة خراطة تحضيرية لإكساب الرأس شكل لقمة التخويش ذات الزاوية وهيكلها. الآن تستخدم الآلة مقطع تفريز. هذه الأداة تكسب شفرات لقمة التخويش الأربع شكلها. تحدث الأداة ثقبا للبرغيين اللذين سيثبتان لقمة التخويش في المثقاب. تقوم مقلوظة بإحداث شكل لولب في الثقب. بعدئذ تسنن أداة الشفرات. أخيرا تزيل شفرة قطع الأداة. تصنع الآلة نفسها لقم قطع السدادات. يحدث مثقاب المراكز ثقبا أساسيا، لكنه لا يحدث المثقاب الأساسي ثقبا فيها. يتوقف عند العمق المصمم له. كما في المرة السابقة تكسب آلة الخراطة التحضيرية الهيكل شكله، ويكسب مقطع التفريز الشفرات الأربعة شكلها. تحتوي بعض لقم قطع السدادات في السوق شفرات أقل. هذه الشركة تصنعها بأربع شفرات كي تزيل اللقمة الشظايا الخشبية بفاعلية أكبر حين تدخل الخشب. بعد أن تسنن الشفرات تقوم أداة تسمى قضيبة تجويف بصقل الثقب في الوسط جاعلة حجمه مناسبا. الآن تصنع أداة خراطة أخرى الجذع، وهو الجزء من لقمة قطع السدادات الذي تدخلونه في المثقاب، ثم تقص شفرة القطع والأداة. الآن سنقوم ببعض التعديلات اليدوية. أولا يسنون لقمة قطع السدادات بعجلة سنفرة لإزالة فائض المعدن من القطع المقصوصة، ثم ينجزون ما يسمى التقطيع الجانبي. يسننون جوانب كل شفرة بشكل محدد للحفر في الخشب. إليكم الآن كيف تبدو لقمة قطع السدادات قبل إزالة الفائض وبعدها، وقبل التقطيع الجانبي وبعده. لصناعة القطع التي تتصل بها لقم التخويش يبدأ الأمر بقطعة فولاذية مخروطية، لأن هذا سيصبح لقمة مستدقة الرأس. لقمة المثقاب المستقيم التخديد تبدأ بقطعة مستقيمة. تدخل ذراع آلية اللقمة الجوفاء في مسن يوجهه الكمبيوتر. الآلة مزودة بعجلتين مصنوعتين من حبيبات نيترايد البورون، وهي مادة طبيعية صلبة. تجعل العجلة الأولى اللقمة الجوفاء الطرية لولبية الشكل مستطيلة وتسمى خدة، ثم تجعل عجلة ثانية أطراف الخدة قاطعة ومسننة، وتجعل رأس اللقمة مستدقا. سنعود الآن إلى لقم التخويش. ما زال الفولاذ طيعا نسبيا الآن، لذا يمرر عامل كل منها على آلة دمغ تطبع عليها حجم الأداة واسم الشركة. تصنع اللقم العادية من نوع مختلف من الفولاذ الصلب. فلقم التخويش ولقم قطع السدادات يجب أن تمر بعملية تسخين لتتصلب نحو 20 دقيقة في فرن متقد مع وصفة سرية من المواد الكيميائية. تحول الحرارة الشديدة المواد الكيميائية إلى غازات، تخترق الفولاذ وتجعله صلبا. بعد تبريدها في ماء دافئ وزيت مدة 15 دقيقة، ينقع العمال الأدوات في مادة تنظيف صناعية قوية تزيل كل حبيبات الزيت، ثم ينقعونها في الحمض لإزالة سخام الفرن، وأخيرا ينقعونها في مادة مكوناتها أيضا سر تحفظه الشركة جيدا. أما الخطوة الأخيرة فتجميلية. إذن كيف تعمل لقم المثقاب الثلاث التي رأيناها معا؟ أولا تستخدمون لقمة قطع السدادات لصنع السدادة، ثم تنزعون السدادة بمفك براغم، ثم تضعون لقمة التخويش وهي هذه الأداة السوداء على اللقمة المستدقة الرأس، وتحدثون ثقبا لوضع البرغي فيه، ثم تدخلون البرغي في الثقب غارزين إياه تحت السطح، ثم تسدون الثقب بالسدادة. تكون هذه الأدوات بأحجام وأصناف عديدة للنجارين الهواة والمحترفين وللآلات الصناعية.
في أوائل القرن الثامن عشر ابتكر صانع الأمتعة هنري جراتاكاب أولى قبعات رجال الأطفاء. كان للخوذة الجلدية حافة خلفية طويلة وجوانب منحنية كحجاب واق من الركام المتساقط والماء الجاري على العنق، باستثناء إضافات قليلة بتقنية عالية التصميم، ما زال هذا يستعمل إلى اليوم.